في كيلو علشان تيجي هنا. فينا ناس جت من القاهره ومن الجيزه من كل المحافظات، مش عايزه انسى محافظه. الناس دي جت علشان هم عايزين يعملوا حاجه للبلد. انا حاضر معايا المتدربين او الموظفين بوزاره الشباب علشان هم بيعملوا حاجه تطوعيه، لا هم بيسابوا ماديا ولا بيسابوا باي صوره تانية غير ان هم بياخدوا كلمه الشكر اللي ممكن برضو ما تكونش موجوده مع مجتمعنا يعني، بس الناس دي بتبقى غرضها في الاول وفي الاخر العمل التطوعي. فاسمحوا لي اوجه الشكر ليكم انتوا، واوجه الشكر لوزاره الدوله للشباب، واوجه الشكر لشركه مايكروسوفت في الاول وفي الاخر. طيب انا مش هطول عليكم كتير، انا ما بحبش الخطابات، بس انا هقول لكم على سر فظيع كده ممكن يكون خارج عن حدود الكلام الرسمي. الساده الموجودين معانا ممكن ما يكونوش حد فيهم حضر التدريبات اللي عدد قليل منهم. التدريبات دي اتعملت في محافظات بعيد عن محافظتنا، يعني الشباب اللي موجود هنا محدش خد تدريب بتاعه في محافظته، كل واحد سافر محافظه تانية، ساب بيته، حتى لو كان متجوز، حتى لو كان شخص بيعول او يعول اسره، او كانت انسانه تعول اسره، كل ده كان موجود بس علشان هو كان عايز يعمل حاجه تطوعيه. الفكره كانت الاول جديده، ولما عرضناها عليهم هم رحبوا بده، محدش رفض الفكره تقريبا، وكانوا الناس معجبين بالموضوع علشان هم عايزين يعملوا ده. فاسمحوا لي انا مش هطول في الكلام الارتجالي ده كتير، وهعرض لكم عرض بسيط كده عن شركه مايكروسوفت وزاره الشباب، التعاون اللي حصل ما بينهم، مشروع مصر تعمل. مشروع مصر تعمل هي مبادره مصريه مقصود بيها توظيف الشباب وتمكين الشباب. صاحب الفكرة وصاحب المجهود الكبير هو قسم المسؤولية المجتمعية في شركة مايكروسوفت، اللي هو اهتماماته أو هو بيركز على خدمة المجتمع من خلال دعم الشباب ودعم الجمعيات الأهلية. قسم المسؤولية المجتمعية بيهتم بحقوق الإنسان، بحماية الأفراد والمؤسسات والمجتمعات على الإنترنت، وكمان بيهتم بمجال البيئة. قسم المسؤولية المجتمعية هو القسم اللي بيهتم بأي حاجة تفيد الشباب المصري أو المجتمع المصري، بالتعاون إزاي ندخل ده في التكنولوجي أو التكنولوجيا. برنامج مايكروسوفت يوث سبارك أو برنامج مايكروسوفت لدعم الشباب هو برنامج مقصود بيه بناء قدرات الشباب، بناء قدرات الشباب التكنولوجية، بناء قدرات من المهارات، من ريادة الأعمال، أي حاجة إحنا محتاجينها علشان نخلي الشباب المصري بصورة أفضل. بنستخدم كمان بعض الأدوات علشان ندعم بعض المبدعين، ونستخدم من الأدوات دي زي أدوات التكنولوجي علشان نوصل لمجتمع أفضل، علشان يبقى عندنا مشكلة كبيرة في مصر هي البطالة، اللي قسم المسؤولية المجتمعية بيتغلب عليها في مشروع مصر تعمل، بأن احنا وصلنا لمرحلة التوظيف، أو أن احنا بنساعد الشباب المصري في التوظيف. احنا بنشتغل على ده من خلال زيادة فرص التوظيف في مصر، وبنشتغل على ريادة الأعمال وتشجيع الأعمال الحرة. مصر تعمل هي مبادرة مصرية لتمكين وتوظيف الشباب، بتعمل على خلق بناء متكامل، على نظام متكامل لبناء قدرات الشباب المصري بما يتطلب سوق العمل. لأن زي ما احنا عارفين كان في مشكلة كبيرة جدا، أو جاب موجود كبير قوي ما بين الشباب المصري وما بين ودراسته وما بين احتياجات سوق العمل. في مصر تعمل احنا بنبدأ نحاول نساعد ازاي نسد الفجوة دي، وازاي نشتغل على ده بحيث ان احنا نمكن الشباب ونخليه عندهم قدرات ومهارات تمكنهم من اجتياز الفجوة. احنا بنشتغل مع اكتر من شريك او اكتر من زميل او هنعتبره عضو معانا في الفريق. بنشتغل مع الجمعيات الأهلية، وزارة الدولة للشباب طبعا في الأول، بنشتغل مع بعض المنظمات الغير هادفة للربح، بنشتغل مع النقابات، مع الجامعات، بنشتغل معهم في مشاريع مختلفة، بنشتغل معهم في مصر تعمل القصد بيه التوظيف والتطوير المهني للشباب، بنشتغل على برنامج محو الأمية الرقمية من خلال التعليم التكنولوجي، بنشتغل على برنامج التوظيف أيضا من برضو مشروع مصر تعمل، بنبدأ مشروع ابدأ مشروعك أو build your business اللي بيهتم بريادة الأعمال وكيفية إنشاء المشروعات. هدفنا من خلال
اللي احنا بنعمله ده كله ان احنا نتواصل مع المجتمع علشان نقدم له خدمات من خلال البوابات الإلكترونية ونأدي الدور اللي علينا في المجتمع. وزارة الدولة للشباب في إطار التعاون اللي بين شركة مايكروسوفت ووزارة الدولة للشباب، وزارة الدولة للشباب عملنا كمرحلة أولى 27 مركز من مراكز الشباب بيقدم بعض الخدمات، وكمرحلة تانية في طريقنا ان احنا ان شاء الله نوصل 54 مركز في 27 محافظة بواقع 2 مركزين في كل محافظة. المراكز دي هتقدم التدريب والمهارات الحياتية للشباب، هتقدم الإرشاد الوظيفي والتوظيف، هتقدم خدمات ريادة الأعمال وتشجيع الأعمال الحرة. من خلال التعاون مع وزارة الدولة للشباب أقمنا 9 تدريبات في 6 مدن شبابية، تم من خلالهم تدريب 135 من مقدمي الخدمة الاستشارية اللي مشرفنا منهم 100 متدرب من جميع محافظات الجمهورية علشان نوصل لأكثر من 1400 جلسة إرشاد وظيفي أو إرشاد مهني مع الشباب المصري، اللي غرضها في الأول وفي الآخر إن إحنا نخلي الشباب يوصل لطريقه الصحيح. مبادرة كل مصر على النت هي مبادرة أطلقتها شركة مايكروسوفت من خلال قسم المسؤولية المجتمعية، وبالتعاون مع وزارة الدولة للشباب تم تدريب 600 متدرب في الفترة السابقة، قاموا بتدريب أكثر من 10,000 مواطن على استخدام الكمبيوتر، جاري تدريب 1000 مدرب من وزارة الدولة للشباب في 27 محافظة من محافظات مصر علشان نوجد أكثر من 100 مركز شباب بخدمات تكنولوجية بتقدر تساعد على أهم، ويمكن النقطة اللي شوية بقت أهم من محو الأمية التعليمية بقت محو الأمية الرقمية. استكمالا للتعاون اللي بين شركة مايكروسوفت ووزارة الدولة للشباب، جاري الآن عمل تدريبات بالتعاون مع وزارة الدولة للشباب على ريادة الأعمال، بالإضافة إلى الأسبوع في الأسبوع اللي احنا موجودين فيه دلوقتي اللي هو أسبوع التدريب المتقدم على التوظيف لمتقدمي الخدمة الاستشارية الموظفين مديرية الشباب في وزارة الدولة للشباب. كل ده بتقدمه وزارة الدولة للشباب بالتعاون مع شركة مايكروسوفت علشان نقدم للمجتمع أشخاص بيهتموا بالتوظيف في مجتمعاتهم ويقدموه بصورة احترافية، واللي هيكون مفعل تماما في بداية الصيف 2014 من العام القادم إن شاء الله. أشكركم لحسن الاستماع، وأحب أوجه الشكر تاني لوزارة الدولة للشباب وشركة مايكروسوفت والسادة الحضور. شكرا، ميرسي جدا يا شباب. والآن يتم تقديم الشهادات للشباب الذي حصل على الدورة التدريبية للاستشارات المهنية من خلال مشروع مصر تعمل. السيد رجب سالم سليمان، تلاقيش أنا جنبك. أماني محمد، محمد سلامة. ولاء عادل محمد. فاطمة الزهراء محمد. هيام الزواوي. مش مشكلة. محمد يوسف حجاج. أحمد محمد. شريف فتحي خليفة. محمد مدحت السيد. أحمد السيد راضي. منى سعد. شريف عبد الله عبد الهادي.
مش كده يا جماعه، بيقوموا غلط. اوكي 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 هنبدل مع بعض. اه ما هو اللي هم غلط، ما هو ده هم عارفين ده غلط. معتز محمد السبع. حازم يحيى محمد حسن. مروى عبد الحي يوسف. أسماء محمد عبد الغني. وليد حسين خليل. أسماء عبد الدايم السباعي. أمل أحمد. دعاء فتحي محمود سليمان. محمد خليل علي. وائل عبد الخالق رضوان العطار. أحمد محمد بهي الدين. سارة محمد جمعة. نجلاء طارق بهجت. حازم محمد أنور. محمد شعبان إبراهيم. محمد الدسوقي فهمي. عبد الله عبد القادر محمد سيد. رامي محمد محمود. شيماء عبد الحكم عبد النبي. عبد الفتاح عبد العزيز. إبراهيم طه. مصطفى فتحي عبد الله. ده مصطفى، ده مصطفى. أحمد محمد هزاع. محمد عبد النبي. حسام زكريا عمر.
إلهام علام محمد. أيمن محمد أحمد. رندا محمد زايد. أشرف محمد عبد الرحيم. محمد هارون حسن. سارة عبد الملاك حنة. أحلام محسوب. خالد عبد المنعم محمود. محمد أبو المجد. منى شعبان توفيق. أسامة راضي اليماني. فادي حسن الألفي. بسمة محسن. ريهام سعود. حازم حسين عبد الحميد. عمر صلاح النجار. مصطفى عبد الرحمن صالح. محمد صبري. حسين أحمد مبارك. محمد عبد المقصود جمعة. إبراهيم عبد الحميد غباشي. حسناء حامد محمد. محمد جلال محمد السيد. أحمد جمال محمود. حسن حمدي عمر. محمود أحمد جلال.
احمد محمد عبد الحليم. ده احمد محمد عبد الحليم اللي طالع. احمد رشاد يوسف. محمد سمير محمد. مروة زكريا احمد. محمد عبد الرشيد محمد. منار محمد عبد الناصر. نهى أسامة أحمد. بهاء عبد الفتاح سيد. محمد محمود علي. أيمن حسن رمضان. هيثم وفدي الديب. وائل عبد الحميد حافظ. أشرف عبد العال عبود.